اليوم. كيما اليوم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 13 نوفمبر 1974، هو تاريخ خطاب الزعيم الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة. عرفت الأمم المتحدة عام 1974 حدث فريد ما عرفتوش منذ تأسيسها عام 1945. لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يقف رئيس حركة تحرير وطنية على منبرها باش يلقي خطاب يتحدث فيه على مطالب حركة التحرير. نهار 13 نوفمبر 1974 ألقى ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خطاب وجهه الوفود دول العالم المشارك في الدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي كان يرأسها آنذاك عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر. تم استقبال ياسر عرفات في الأمم المتحدة وقعت الجمعية العامة حسب المراسم الخاصة برؤساء الدول وقت اللي يجيوا للأمم المتحدة. حياة الوفود الكل باستثناء وفد الكيان المحتل وبعض الوفود القليلة المناصرة ليه، تمت التحية كيما يحيوا رؤساء الدول، وقابلوه الوفود بتصفيق حار طويل ما توقفش إلا وقت اللي طلب ياسر عرفات بنفسه باش يسمحوا له بإلقاء خطابه. جات الدعوة اللي وجهتها الأمم المتحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في الدورة 29 نتيجة لعدة أسباب. من الأسباب هذه القرار الجماعي اللي اتخذه مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط بمبايعة منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي وحيد للشعب العربي الفلسطيني. السبب الثاني قرارات حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي اللي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبرتها ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني واعطتها العضوية الكاملة سواء في حركة عدم الانحياز أو منظمة المؤتمر الإسلامي. السبب الثالث هو اتساع دائرة الدول المعترفة بمنظمة التحرير الفلسطينية والمؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه الوطنية بقيادة المنظمة. السبب الرابع اللي خول للزعيم ياسر عرفات باش يخطب في الأمم المتحدة هو نمو حركة التحرر الوطني في صفوف الشعب الفلسطيني وتنوع أشكال نضاله في مختلف الميادين واتساع حركة الكفاح المسلح وتعدد أساليب المواجهة وأشكالها مع الكيان المحتل. السبب الخامس حرب 1973 ومقدماته نتائجها من خدمة للقضية الفلسطينية، وهك توفرت الأسباب اللي خلات القضية الفلسطينية تتنزل في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد سنين طويلة من انحسار النضال الفلسطيني وسعي الكيان المحتل والولايات المتحدة وغيرهم من الدول المناصرة للكيان المحتل باش يطويوا قضية فلسطين ويخرجوها من جدول أعمال الأمم المتحدة. ترأس ياسر عرفات وفد المنظمة وافتتح بخطابه مناقشة قضية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدأ بشكر رئيس الجمعية العامة على دعوته لمنظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في مداولات الجمعية بشأن قضية فلسطين، واعتبر الخطوة هذه انتصار للمنظمة الدولية لحد قوله كما هي انتصار لقضية الشعب الفلسطيني، واعتبر هذا مؤشر جديد على أن هيئة الأمم المتحدة اليوم ليست هيئة الأمم المتحدة بالأمس، صارت هيئة الأمم المتحدة على حد قوله تمثل 138 دولة وأصبحت تعكس بصورة نسبية أوضح إرادة المجموعة الدولية، من ثم صارت أكثر قدرة على تطبيق ميثاقها ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكثر قدرة على نصرة قضايا العدل والسلام. رحم الله الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كيما اليوم.